The figure given below shows a network of resistances. The effective resistance between point A and point B of the network is, شوفوا احنا عندنا اتفاقات وما بنغيرش اتفاقنا، بس زاد على الاتفاقات حاجة، تعرف انت داخل منين وخارج منين. وبين ما بين A و B يبقى كأن المدخل بتاعي A، واعمل نوت، والمخرج بتاعي B. جميل، وجعلص النودز، تجعلص النودز يعني تكبرها كده عشان تشوفها، لان النودز هي النقاط اللي هتقول لك الكرنت بيمشي ازاي وبدا يفك نفسه ازاي ويحصل له برانشنج ازاي. جعلص النودز وامشي مع كرنت يا لولو. الكرنت جاي من هنا اسمه اي، لقى قدامه سكك كتير، I1 I2 I3 I4 I5. كويس، نبدأ حتة حتة، لازم كده تهدي نفسك وتشوف الدنيا شكلها ايه حتة حتة. والذكاء، بصوا كده، هاخد الحتة دي اللي انا عامل ماركة عليها، I1 دخل هنا، I1 سوري I1 I1، يبقى اذا اكتبها لكم عشان تبقوا شايفينها. لو هنا I1 I1 I1، اللي هينهي هنا عند النود دي، ودي نود ودي نود، اوكي كويس، وده اسمه I2 اللي هينهي هنا. كويس، نرجع تاني نتفرج عليها. كويس، اصبحت I1 I1، يبقى 3 arms وال 3 arms فيهم نفس الكرنت، so they are connected in series، يبقى دول ب 6 arms، اشيلهم واحط بدلهم 6 arms. ال 6 arms وال 6 arms دي connected in parallel. عرفت منين؟ ما هو هنا الكرنت اللي اسمه I اتشعب ل I1 و I2، فيبقى الكرنت حصل له برانشنج في الاثنين دول، يبقى الاثنين دول كونكتد ان بارلل. قوم اعمل ايه؟ اصبح ال 6 اومز دي والثلاثه والثلاثه دول اشيلهم واحط بدلهم 3 اومز. ليه؟ تاني، ما هو 3 و 3 كونكتد ان سيريس يبقى ب 6 اومز، ال 6 اومز وال 6 اومز كونكتد ان بارلل، قيمه الواحده على عددهم يبقى 6 اوفر 2 فتطلع ب 3 اومز. شكرا. يبقى اللي حصل ان احنا تخلصنا من دي ومن دي ومن دي واصبح عندنا كام؟ 3 اومز. كويس، ايه رايكم؟ ادي نقطه A ونحط هنا 3 اومز. جميل، وعندي هنا كام؟ 3 اومز، وهنا 6 اومز. شكرا. تعال، الكرنت داخل من هنا اسمه اي، جميل، اتفرع هنا بقى اسمه اي 1 اي 1 اي 1، هيخلص عند النقطة دي اللي هي اسمها دي. كويس، وهنا اسمه ايه؟ اسمه اي 2 اي 2، هيخلص عند دي. جميل، تعالوا نتفرج عليها ونعمل عليها سبوت لايت. اوكي، ايه اللي حصل؟ احنا اتفقنا ان دي بقت 3 arms، 3 و 3 connected in series يبقوا ب 6 arms لان فيهم نفس الكرنت. وبعدين ال 6 arms وال 6 arms they are connected in parallel، ما هو اتفرج كده اهو، لو بصينا هنا
3 و 3 connected in series ب 6 arms. اشيلهم واحط بدلهم 6. ال 6 وال 6 they are connected in parallel. اشيلهم واحط بدلهم 3 arms. شكرا. يبقى ايه اللي حصل؟ والحد هنا ده خلاص بقى كده معايا 3 arms. والتكرار يعلم الشطار. نعمل ايه تاني يا شطارنا؟ اوكي تمام. بصولي احنا اتفقنا دلوقتي اصبح عندنا كام؟ 3 arms. جميل. لحد انهي نقطة؟ لحد نقطة C. يبقى ادي نقطة A رايحة ل C اللي قبلها ب 3 arms. وعندي هنا كام؟ 3 arms. دي نقطة D وهنا C. وعندي نقطة هنا بكام؟ 3 arms. والكرنت داخل من عند نقطة A هنا وخارج من هنا. جميل. كرنت داخل اسمه I. بقى هنا اسمه I1. I1 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 وهينتهي عند النوت دي ودي اسمها I2. كويس جدا الكلام ده. يعني ايه؟ يعني التلاتة ام والتلاتة ام دول زي ار كونكتد ان سيريس لان فيهم نفس الكرنت يبقوا ب 6 ارمز. وال 6 ارمز وال 3 زي ار كونكتد ان بارلل. حلو. يبقى في الحاله دي الار توتال بتساوي 6 تايمز 3 اوفر برودكت على سموهم ب 9 ارمز. بقت 18 اوفر 9 تطلع ب 2 أومز. ولا من شاف ولا من دري وتبقى الإجابة لتر دي. جميل جدا. غيره ناخد الإجزامبل اللي بعد كده. إجزامبل نمبر 5. الإجزامبل ده من كتاب المعاصر. تعالوا واحدة واحدة كده ونتفرج ونشوف الدنيا شكلها إيه. احنا عندنا كلام ما بنغيروش، احنا ناس اصحاب مبادئ. ايه؟ جعلص النودز. والنودز هي كل نقطة ناتجة عن intersection between three wires or more. هنا هنزود حتة عايزين نتكلم عليها. ايه؟ بص يا باشا، النوعية دي من السيركتس، البطارية على ايدك الشمال وتتابع من الريزيسترز على ايدك اليمين. فكر انت خارج من البطارية يدي حبة هنا لل 12 كيلو اومز و5 كيلو اومز وبعدين هوبا يفضل يتشعب يتشعب، فاجئ اخر حتة حصل لها برانشنج اللي هي افرجكوا عليها عشان نشتغل عليها اللي هي دي حضرتك بالظبط. ده اخر برانش داخل فيه الكرنت اللي هو ال 18 كيلو اومز وال 18 كيلو اومز في اخر برانش. كويس؟ شكرا. تعال نتفرج. اللي حصل اللي انت بتتخيله ان الكرنت كان جاي من هنا اسمه اي، فبقى هنا اسمه اي 1 اي 1 اي 1 اي 1 اي 1 وهينتهي هنا، واللي داخل هنا اسمه اي 2. افهم من كده ان ال 18 كيلو اومز دي وال 18 كيلو اومز دول اشيلهم واحط بدلهم كام؟ قيمه الواحده على عددهم لانهم كونكتد ان بارلل ومتساويين، يبقى قيمه الواحده ب 18 وعددهم 2 يبقى 18 اوفر 2 تطلع ب 9 كيلو اومز. جميل. يبقى كاني هشيل دي واشيل دي واحط 9 كيلو اومز. وبعدين خش على السيكتور اللي بعدها. ده السيكتور اللي بعدها. ايه اللي حصل؟ دول اتشالوا وحطينا بدلهم 9 كيلو اومز. وعندي ريزيستور فوق ب 2 وريزيستور تحت ب 7. كويس؟ وبعدين كده كده. الكرنت داخل من هنا اسمه I، بقى هنا اسمه I1 وهنا اسمه I2. طبعا في حاجة ناسيينها ان هنا في ريزيستنس مقدارها 9 كيلو اومز.
طب كويس، بصوا لي، يبقى اذا لو عملنا سبوت كده على الحتة دي ايه اللي حصل؟ I1 وهنا I1 وهنا I1 وينتهي عند النقطة دي، يبقى 2 ohms و 9 ohms sorry 2 كيلو ohms و 9 كيلو ohms و 7 كيلو ohms they are connected in series. اشيل الحتة دي واحط بدلها 18 كيلو ohms. ال 18 كيلو ohms وال 9 they are connected in parallel، يبقى ال R equivalent بتاعتهم product على صمهم، فتطلع بتساوي 9 فيها 1 على 9 فيها 3 فتطلع ب 6 ohms. شكرا، يبقى احنا وصلنا لحد هنا كده ب 6 ohms. جميل. لو حبينا نطلع سوري، لو حبينا نطلع شوية كده، احنا وصلنا لحد هنا دي بكام؟ ب 6 كيلو ohms، ونرسم المنظر الجديد. اوكي 516 معايا 5 كيلو اوم 1 كيلو اوم وهنا 6 كيلو اوم. جميل. وهنا عندي 12 كيلو اومز. جميل كده معايا الكرنت داخل من هنا اسمه I، بقى هنا اسمه I1 وهنا I2. I1 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 حلوة قوي الناس الشطرة، تعالوا كده نسبوت لايت على الحتة دي. أصبح I1 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 التلاتة دول connected in series 5 plus 1 ب 6 plus 6 فتطلع 12، يبقى الحته دي ب 12 كيلو اومز. اصبحت الحته دي بكام؟ 12 كيلو اومز، اللي هي دي 12 كيلو. 12 كيلو اومز و 12 كيلو اومز they are connected in parallel، يبقى قيمه الوحده على عددهم تطلع ب 6 كيلو اومز، ولا من شاف ولا من دري. طبعا في تريكايه هنا، محطوط في الاجابه كام؟ 6 اومز، عشان تبقى غلط لانك انت شغال كله بالكيلو اومز، فالانسر هتطلع بالكيلو اومز يا محترمين يا افاضل. اوكي ده الاكزامبل رقم 5. ناخد انذر اكزامبل اللي هو اكزامبل نمبر 6. اوكي خلاص انت حفظت. واحد جعلص النودز، ما عنديش نودز تانية. اتنين امشي مع الكارنت يا لولو، كارنت داخل من الاي هنسميه وليكن اي اي اوبا اي حبيب قلبي. ام هنا بقى اسمه ايه؟ سي اي 1 اي 1 اي 1 هينهي هنا، وهنا اسمه ايه؟ اي 2 اي 2 I2 اللي هيني هنا، عشان لما يخرجوا من هنا يبقى اسمهم I. وما تنساش ان هنا كان معانا عندي I3 لان حصل 3 branches، ادي 1 2 3 انت وشطارتك بقى. بص يعني بيني وبينك ال 3 arms وهنا ال 5 وال 7 they are connected in series ب 12 arms وهنا ال 5 وال 7 they are connected in series ب 12 arms، فاصبحت ال 3 وال 12 وال 12 الثلاثه دول connected in parallel. انا هعملهم بطريقه سهله شويه، 12 و12 connected in parallel هشيلهم واحط بدلهم 6 ohms. اصبحت ال 6 ohms وال 3 ohms connected in parallel، فيبقى برودكت على الصم 6 times 3 over 9 فتطلع ب 2 ohms. وارسم الرسمه من اول وجديد، ادي ال A 4 ohms وهنا 2 ohms وهنا 4 ohms ودي نقطة B. التلاتة دول they are connected in series، يبقى 4 plus 2 plus 4 فتطلع بتساوي 10 ohms، فتطلع ب 10 ohms.